الدولة المصرية خلال السنوات اللي فاتت اشتغلت بشكل مكثف في التنمية والتطوير في قرى شمال سيناء، وده بعد القضاء على الإرهاب بشكل كامل. تعالوا نشوف مع حضراتكم تقرير عن تطوير ورفع كفاءة منازل قرية الخروبة بالشيخ زويد. النهارده يا فندم احنا موجودين في قرية الخروبة التابعة لمركز الشيخ زويد، وهو أحد مراكز محافظة شمال سيناء. طبعا احنا عارفين من منذ 2011 والأحداث اللي حصلت في مصر والانفلات الأمني اللي كان موجود هنا، وحصل مداهمات للإرهاب، والبيوت اللي موجودة ديت الناس طلعت منها طبعا على أساس تسيب مكان لتعامل قواتنا المسلحة مع العناصر التكفيرية، والبيوت واللي حصل فيها وفي القرية حصل فيها تدمير شبه كامل لهذه المنازل. وطبعا بعد العودة وتطهير سيناء والقضاء على الإرهاب ونظافتها من الإرهاب الغاشم، عشان الناس ترجع الدولة مهدت لهم هذه المنازل لتتمكن من الناس ترجع تاني لبيوتها وتعيش فيها عيشة كريمة. فتم طبعا بالاتفاق مع محافظة شمال سيناء وجهاز تعمير سيناء ووزارة التضامن الاجتماعي بإعادة تأهيل هذه المنازل اللي احنا موجودين قدامها دلوقتي، وتم نهوها الحمد لله بالكامل. عدد 20 منزل زائد 30 وحدة عمارات تم نهوهم بالكامل وتشطيبهم بالكامل. النهاردة الدولة اهتمت بسيناء يا فندم من أول القناة بربطها بالوطن الأم عبر الأنفاق وعبر الكبار العائمة، أيضا الطرق العملاقة اللي تم عملها في سيناء سواء في الشمال أو في الجنوب، وفي الشمال في وجه الخصوص الاهتمام بالبنية التحتية من محطات صرف صحي، من محطات لتحلية المياه، حيث تم عمل أكثر من 45 محطة في شمال وجنوب سيناء ووسط سيناء. هنا احنا هنا في قرية الخروبة إحدى قرى شمال سيناء. الوضع هنا كان في 20 بيت بدوي كانوا متهلكين تماما. عملنا رفع كفاءة لهم من أبواب وشبابيك وصرف وعزل والكلام ده كله، إن احنا رفعنا كفاءتها بنسبة 100%، وفي أكتر تلات عماير بعدد 30 وحدة لإجمالي 30 وحدة لتلات عماير رفعنا كفاءتهم بالكامل، بحيث إن احنا نرفع مساحة رفع كفاءة للعماير كلها من سيراميك جديد، من إنشاء جديد يعتبر، من ابواب وشبابيك ودهان. والحمد لله احنا خلصنا الكفاءه بتاعتهم بالكامل وجاهزين، وفي ما شاء الله الاهالي برضو متعاونين معانا بالكامل، والحمد لله تم الانتهاء منهم على كفاءه 100%. القريه دي طبعا احنا عانينا فتره ارهاب شديدة جدا، ولولا قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة وابناء سيناء الشرفاء تكتفنا ودحرنا الارهاب. وبنشكر فخامة، واولا بنبارك ان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على نجاحه، ويعتبر نجاح لمصر وللدول العربية وللشرق الاوسط بالكامل. كان في ارهاب عانينا منه كثير، الحمد لله انتهينا منه بفضل الله وفضل القوات المسلحة وشرطتنا الباسلة. بعد كده دخلت الاجهزة، يعني الدولة صراحة ما سبتناش، الكهرباء تم توصيلها بسرعة، بناء مدارس جديدة عندي، بناء سنترال جديد، بناء مركز شباب جديد، تطوير عمل زي ما انتم شايفين، بيوت بدوية للناس الموجودين هنا، وأنا واحد من الناس. فالحمد لله يعني عمل مشرف، وبنشكر الوزيرة التضامن الاجتماعي والمحافظ شمال سيناء وجهاز التعمير بالكامل، لأنه صراحة ما سبناش ولا لحظة. كل شيء يعني بنطلبه متاح بيوفروا لنا باذن الله تعالى. اللي حصل طبعا نقله حضاريه ممتازه بالنسبه للمساكن البدويه والعمارات السكنيه. يمكن انت لو شفتها في الاول كان منظرها يعني لا يليق بسكن ادمي، لكن تم تطويرها تطوير حديث على احدث مستوى. الامور تسير على ما يرام، كله على اتم الاستعداد. الشكل الحضاري كان لائق، وتم تنظيف الشوارع والمساكن، وحاجة يعني مفرحة مفرحة فوق الخيال.